نعمل دلوقتي براونيز لطيفة جدا بالقهوة لعشاق القهوة اللي زي كده. القهوة ممكن تتشال من الوصفة عادي خالص طبعا، يعني هي إضافة بس إضافة لذيذة جدا إذا حبيتوا. علشان نعمل براونيز عندنا 160 جرام من الشوكولاتة الغامقة اللي متدوبة في حمام مائي، في مايكروويف، براحتكم. وعندي نص كوباية من الزبدة، كوباية من السكر الأبيض، معلقة من الفانيليا، 3 بيضات ورشة الملح. عندي 2 كوباية من الدقيق لكريمة الزبدة اللاتيه أو اللي هي بالقهوة يعني. أنا عندي قهوة مطحونة اسبريسو، وعندي 3 معالق كبار من الكريمة المخفوقة، وعندي 1/3 كوباية من الزبدة المذوبة، وكوبايتين سكر بودرة منخول ناعم. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها هجيب كسرول، هحط فيه الزبدة عشان كده انا رفعته من على النار لانه هو سخن، فانا عايزة الزبدة ما تتحرقش مني، فمنها بدوب الزبدة ومنها بقلل درجة الحرارة شوية بتاعت الكسرول. الشوكولاتة اللي انا اصلا مدوباها برضو برا النار اهو على سخونية الزبدة، واذا احتجت ارفع هبقى ارفع. يعني ايه؟ ناخد وقتنا كده وما نستعجلش، لان حرقة الزبدة هتديني طعم انا مش عايزاه خالص، وحرقة الشوكولاتة بفورة بقى خلاص هضطر ارميها واشتغل من اول وجديد، وده طبعا هيبقى تهدير للوقت وللفلوس اللي اتدفعت في الايه؟ في الماتيريال ده. فخلاص اهو كده بصوا شايفين دابت على درجة حرارة الكسرول اهو، وبقت بتلمع وبقت جاهزه ان احنا نستخدمها. تاني خطوه هاخد هنا السكر عليه البيض. خلوا بالكم ان احنا بنعمل براونيز مش كيك، فانا مش محتاجه ضرب جامد قوي، ولذلك انا بشتغل بره مش بشتغل جوه العجان، لان انا مش محتاجه ادخل هواء. وهنزل عليهم الفانيليا، يبقى السكر والبيض والفانيليا، وضربه يا دوبك يمتزجوا بيها، لا عايزه البيض يفتح ولا عايزه هوا يدخل ولا عايزاه يرتفع ولا اي حاجه خالص، يا دوبك يدوبوا مع بعض. اعمل ايه لما يدوبوا مع بعض؟ اقوم منزله باقي المقدار السائل اللي هو الزبده والشوكولاته اهو، وبعدين اقوم واخده الكلام ده برضو، يعني يا دوبك ضربه للخلط مش ضربة ان انا بدخل هوا. اختلطوا اوقف، اجي هنا احط على الدقيق رشة الملح ورشة اسبريسو او اللي هي القهوة السريعة الذوبان لو ما عندكوش اسبريسو، اللي احنا بنعملها الصبح في المج، مش اللي بتتعمل، مش القهوة التركي، مش اللي بتتعمل في اسمها ايه، اسمها ايه بتاعت القهوة، الكنكة. الحاجات دي ببعضها بجهز طبق او صينية يكون عليهم ورق زبدة عشان ادخلهم الايه الفرن، لازم ورق زبدة مع البراونيز. وبعدين انزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم مقدار البراونيز. مفروض المقدار بتاع البراونيز يكون تقريبا ارتفاعه 2 سنتي تقريبا، وهي مش بترتفع في الفرن، فيعني اللي هدخله هو اللي هيطلع، ما بعملش حسابي انها هترتفع او حاجة. بعدين هنعمل الكريمة اللي هتتحط على الوش. هنعملها ازاي؟ هنحط هنا سكر بودرة منخول، وهنحط اسبريسو، وهنحط الزبدة والكريمة. الزبدة احنا مدوبينها، يعني مدوبينها بصوا ماسكة نفسها، مش انها تبقى دايبة خالص، لا عايزاها ماسكة نفسها شوية. وبظهر الاسباتيلا كده ادخل الامور دي كلها ايه كده. ممكن بس نحط شوية سكر،
كويس قوي، وهفضل اقلب فيه بقى لحد ما السكر ده يختفي. دي براونيز بنفس المقادير اللي احنا عاملينها بس على صينيه اوسع وسويناها، فدي مستويه وبارده عشان اقدر انزل عليها الزبده المنكهه بالقهوه اللي احنا عملناها، والتانيه في الفرن هنطلعها. دينا اخبارها ايه دلوقتي؟ بقى لها قد ايه؟ بقى لها وقت قد ايه؟ 3 دقايق؟ 8 دقايق. ماشي، يبقى اول ما نفرد دي ندخل نطلع ال، خد بالك انت قلت 10 دقايق، ايه ريس؟ هبص عليها حالا، بس خلينا ايه نفرد دي كده. دي كريمه زبده منكهه بالقهوه على البراونيز اللي بالشوكولاته المنكهه بالقهوه برضو.